نرى الهجمات التركية التي تصارع الآن في المنطقة، ونرى القذائف العشوائية، قذائف الغدر والخيانة التي تقع على شعبنا، ونرى الآن كلمات أردوغان السفيهة التي تقول يوما بعد يوم إننا سنهاجم وإننا سنأخذ وإننا وإننا. نحن كوجاع عربية، عشائر عربية من عفرين، نقول ليس لك عندنا شيء، ونحن صامدون وواقفون مع شعبنا. ونحن وأنا أناشد من هنا وأقول لشعبنا الذي في عفرين، اثبتوا، نحن نقاوم لأجلكم، نحن نقاوم لأجلكم، ولن نقبل ولن نرضى، لأن عندنا قوة أمامنا وقوة من خلفنا ونحن وراءهم، ولن نرضى بهذه التهديدات التي هو هراء بالأصل. ونقول لأردوغان، إنك تقول إنك آت، ونحن نقول لك نحن آتون. ونقول للشعب الذي هو صامت في عفرين، انتفضوا انتفضوا، لا للظلم. نحن لسنا دعاة حرب ولسنا دعاة سلاح، نحن دعاة سلام، ولكن إذا لزم الأمر نحن لها، ونحن مع شعبنا قلبا وقالبا. أردوغان، رجب طيب أردوغان الذي يدعي الإسلام والذي يمشي تحت عباءة الإسلام مع هذه الجماعات المتطرفة المسلحة، هذه الجماعات تدعي بأنها تقاتل نحن كفار، ككفار أهل مدينة عفرين، ولكن لم ينظروا، ألم يروا المساجد التي في بلادنا؟ ألم يروا المشايخ الذين نحن نراهم يعني يذكرون الله في كل مكان؟ أقول هذا الاحتلال العثماني أو رجب العثماني بالأصل الأناضولي يمشي بعباءة الإسلام. أقول له الإسلام بريء منك يا أردوغان ومن جماعاتك الإسلامية المتطرفة، والإسلام لا يقبل ولا يرضى بهذا الظلم، ولا يرضى بقتل، ولا يرضى بهجران الشعوب التي هجرتها من بلادها إلى بلاد أخرى. بالنسبة لدينا استنكر هذه الانتهاكات التي اليوم تحصل في عفرين من تغريد طراري من المنطقة الآمنة. أردوغان اليوم يدعي المنطقة الآمنة، أين هي المنطقة الآمنة؟ المنطقة الآمنة التي تسرع فيها هذه الفصائل المتطرفة، المنطقة الآمنة تعود لأحضان الوطن أهالية. نحن من وجهة العشائر عفرين الشباء نطلب من أخوتنا الموجودين ضمن الأراضي المحتلة، نحن من آلاف السنين العربا وكردا وآشورا وسريانا كنا أخوة. اليوم المحتل التركي باسم الإسلام، يعني الناس كلها ترى والعالم كله يرى، من انتهاكات، من قتل، من اغتصابات، يعني كفى للمحتل التركي، كفى للعثماني. قوموا حسوا، يعني قوموا على رشدكم. اليوم يعني اليوم الضامن الروسي، أين أنت أمام هذه الانتهاكات التي تحصل من أسبوع؟ هذه القذائف التي تأتينا، كان في محوش، كان من قرى، كان بأحراز، كان كذا، عم بتدمر، عم تقتل أولادنا ونساءنا، لأمتى؟ أنا أرفض رفض قاطع للاحتلال التركي والقذف على الشهباء، هذا مرفوض قطاع الخالص، ولا يجوز المنطقة الآمنة، يعني هاي لا يجوز منطقة آمنة، بأين طريقة يصير منطقة آمنة ونحن أراضينا وملكنا وعرضنا وناموسنا؟ نحن ما يجوز، نحن نرفض رفض قاطع على هالشغلة، هاي لا يجوز أبدا أبدا. ونحن كوجهاء عشائر نحن نرفض هالرفض هذا قطعا نهائيا، ونحن كليتنا واحد وكليتنا ايدنا واحدة، وان شاء الله باذن الله نحرر اراضينا باي ثمن، اذا بدمنا، اذا بروحنا، اذا باولادنا، اذا ببناتنا، اذا باطفالنا. نحن مستعدين ونرفض رفض قاطع للاحتلال التركي القذف على الشهباء وعلى شمال شرق سوريا. نحن مثبتين، ونحن إذا إيش ما سوى أردوغان لا بنخاف منه، ولا بنخاف طيرانه، ولا بنخاف من دباباته، ونحن كل واحد فينا دبابة، وقف قدام الدبابة، وقف قدام الطيارة، ونحن مستعدين بدمنا بأرواحنا، ومستحيل من سبع المستحيلات
ان هالشغله هاي المنطقه الامنه وما شغله منطقه امنه بتدعي عليها هاي اي كذاب، هذا دجال، هذا بدي يطلعنا من هالمنطقه هاي من السبع المستحيلات.